من الأمثال الشعبية منقولة بدون ما نفكر من وين إجت ومين أول شخص قالها وكيف تحولت لمثل على لسان كل الناس. يعني أنت عزيزي المستمع، كم مرة قلت المثل الشعبي المشهور الله يهني سعيد بسعيدة؟ أكيد كتير، وأنا كمان حكيته كتير، وخصوصي وقت بسمع اثنين تزوجوا أو بدهم يتزوجوا. بس حدا سأل حاله مين هن سعيد وسعيدة الأصليين؟ وشو قصة زواجهم السعيد؟ خليكن معنا لنحكي لكم قصة هالمثل. من زمان كتير كان في ملك قوي وعنده سلطة كبيرة، وكان عنده ولد اسمه سعيد. وقت حس الملك حاله على مشارف الموت، وصى أخوه بابنه سعيد من بعده وطلب منه يدير باله عليه ويزوجه البنت يلي هو بيختارها وما يضغط عليه بموضوع الزواج. وبالفعل توفى الملك وترك ابنه لأخوه ليربي، وصار العم هو الأب الوصي لابن الملك. ووقت كبر الولد وصار شاب بعمر الزواج، إجا عمه واقترح عليه إنه يزوجه بنته يلي كان اسمها سعيدة، بعد ما انتبه إنه سعيدة بتحب سعيد. بس المفاجأة كانت إنه سعيد ما وافق يتزوج بنت عمه لأنه ما بيشوفها غير مثل أخته. العم ما اعترض على قرار ابن أخوه وعرض عليه يختار أي بنت بالمملكة ليزوجه إياها مشان يريح ضميره من وصية أخوه الملك. وبعد فترة إجا سعيد طلب من عمه يخطب له البنت يلي اختارها، والعم ما كذب خبر. وكانت العادة بهديك المملكة إنه العريس لما يتقدم لخطبة بنت لازم يحرك صخرة كبيرة لحاله ليثبت قوة جسمه يلي كانت بالنسبة إلهم معيار مهم للعريس، وبدون هذا الشرط ما بيتم الزواج. ولما إجا سعيد ليحرك الصخرة ما قدر لأنه جسمه ضعيف وما تعود على الشغل والمجهود. وهون ضحكوا الناس على ابن الملك يلي ما بيقدر يحرك صخرة ورفضته العروس لهالسبب، وكانت هي القصة سبب لحزن سعيد واكتئابه لفترة طويلة. وبعد هي الفترة قنعوا عمه يروحوا يخطبوا له بنت تانية، وبالمرة التانية كمان ما قدر سعيد يحرك الصخرة وكمان صار مسخرة للناس ورفضته العروس التانية والثالثة والرابعة والعاشرة لنفس السبب. وبعد ما صارت سيرة سعيد ابن الملك على كل لسان لأنه ما عم بيقدر يحرك الصخرة مثله مثل كل شاب بده يتزوج بالمملكة، قرر سعيد أنه يتزوج بنت عمه سعيدة. ورغم أنه عمه موافق على الزواج وبنته سعيدة أكيد موافقة، بس تحريك الصخرة لساته شرط أساسي لازم يحققه. وباليوم الموعود تجمعوا الناس ليشوفوا إذا كان سعيد رح يقدر هالمرة يحرك الصخرة ويتزوج. بس الصخرة ما تحركت، وسعيدة لأنها بتحب سعيد وبدها تتزوجه قربت لعنده وساعدته بتحريك الصخرة، والفعل قدروا مع بعض يحركوها. ووقتها حس سعيد إنه كان كتير غلطان لما ما اختار سعيدة من الأساس واللي هي بنت عمه وبتحبه وبتتمناه ومستعدة توقف معه بالحلوة والمرة. ويومها باركوا الحاضرين للعريس والعروس وصاروا يقولوا الله يهني سعيد بسعيدة. المنقوش معي أنا لطيفة.